معايا عبر الهاتف الاستاذ احمد نبيل عضو مجلس اداره الاتحاد المصري للسلاح. بهنيه على حفل افتتاح اليوم، بهنيك يا فندم وصباح الخير على حضرتك. صباح الفل، ويعني متشكر جدا جدا جدا، ربنا يخليك. حاجه مبهره وحاجه جميله وحاجه رائعه. كنت لسه بقول دلوقتي ان مصر خلاص بقى اي بطوله دلوقتي بطوله عالميه اول حاجه بيجي على اي اتحاد رياضي في العالم نظم في مصر، فالتنظيم واضح كده من اوله من حفل الافتتاح هيبقى تنظيم رائع يا فندم. بالظبط كده، يعني الحمد لله، يعني دي مش اول بطوله ننظمها هنا اهوت. احنا اوريدي يعني نظمنا بطوله العالم للناشئين في يعني في فتره عصيبه جدا، الفتره اللي كان فيها الكورونا يعني في اشد يعني حالاتها، ونظمنا برضه بطوله العالم للرواد في 2019. فاحنا السنتين اللي فاتوا دول نظمنا كذا بطوله عالم، ده غير بطولات كاسات العالم اللي هي بتبقى عندنا كل سنه. فطبعا يعني بس طبعا بطوله العالم اللي احنا يعني فيها دي تعتبر اكبر حدث رياضي موجود في السلاح في العموم يعني. ويعني زي ما حضرتك قلت كده، احنا يعني بالنسبه لنا نجاح البطوله ده يعني حاجه ما فيش كلام فيها، ولازم البطوله تظهر يعني باحسن شكل ممكن، وحاجه تليق باسم البلد بتاعتنا. كم لاعب يشارك في هذه البطوله يا فندم؟ يعني احنا عندنا حوالي 2000 لاعب، لان احنا عندنا ثلاث انواع من الاسلحه، وكل سلاح ولاد وبنات. عظيم. فعندنا حوالي 2000 لاعب موجود بيمثلهم حوالي 110 دوله. 110 دوله؟ اه. يا ده رقم عظيم جدا. رقم عظيم كده. جدا. طيب نتوقع انجازات عظيمه للاعبين المصريين في هذه البطوله؟ بجانب طبعا شرف التنظيم في حد ذاته. تمام، ان شاء الله رب العالمين يكون في نتائج كويسه. احنا اوريدي عندنا ناس من المصنفين على مستوى العالم في كل الاسلحه. فيعني طبعا بطوله العالم بطوله قويه جدا، بس ان شاء الله نتوقع ان شاء الله ان احنا ممكن نعمل نتائج كويسه جدا في البطوله. ودي هتفيدنا جامد جدا في التصنيف عشان الفتره الجايه، عشان استعدادا ل يعني الموسم بتاع التاهيل بتاع باريس. ان شاء الله. استاذ احمد نبيل عضو مجلس اداره الاتحاد المصري للسلاح، انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا، وبهنيك على الافتتاح النهارده، وبهنيك ايضا على ان شاء الله تنظيم بطوله ناجح في نهايته باذن الله. نبقى فرحانين ومبسوطين زي ما احنا فرحانين بمنتخبنا الوطني لكره اليد، يبقى عندنا ابطال كمان بيحققوا انجازات في هذه البطوله وبطوله العالم للسلاح.